تعالوا نروح للأجواء بما إن إحنا بادئين معاكم وبما إن الحضور الجماهيري بادئ من الساعة 2، فهيبقى عندنا دلوقتي حالا زمايلنا حسن غنيمة من داخل استاد القاهرة وأيضا زميلنا غطاطي في محيط استاد القاهرة. يا حسن أهلا وسهلا بيك، تحياتي أمس عليكم الأول. إيه الأخبار أبو علي؟ من أرض ملعب استاد القاهرة تحياتي لحضرتك كابتن إبراهيم فايق وتحياتي لكل مشاهدي ام بي سي مصر في كل مكان. بالتأكيد النهاردة بنستهل يعني مشواري مع قناة ام بي سي بالتأكيد اللي بتعد شرف كبير ليا، وإن شاء الله كابتن إبراهيم أكون عند حسن ظنك وحسن ظن السيد المشاهد بإذن الله. لو اتكلمنا النهاردة عن المباراة، مباراة العين الإماراتي والأهلي المصري النهاردة في ربع نهائي الانتر كونتيننتال، وبالتأكيد النهاردة الفائز في هذه المباراة هيكون بطل لنصف القارة بأكملها، لأنها مباراة هامة بتحوز على متابعة عدد كبير جدا من محبي كرة القدم على مستوى العالم. والنهارده كابتن إبراهيم أنا موجود معاك حاليا وفي ظهري في الخلفية جماهير النادي الأهلي الحقيقة اللي زحفت بالآلاف لاستاد القاهرة، وعقبال ما يبدأ المباراة بأكد لك كابتن إبراهيم إنه الملعب هيكون فول كاباسيتي، مفيش موضع لقدم داخل الاستاد. شايفين عمليات دخول الجماهير بتتم بمنتهى السهولة واليسر من جميع ابواب الملعب الحقيقه، من ملعب الرشدان او من صلاح سالم او من يوسف عباس، حتى دخول الساده الاعلاميين الحقيقه والزملاء الاعلاميين والصحفيين كان سهل للغايه. كمان كنت بتكلم مع احد المسؤولين من نادي العين الاماراتي اللي اشاد بشكل كبير جدا بحسن استقبال مسؤولي النادي الاهلي للبعثه الاماراتيه اللي هتلعب النهارده المباراه، اللي وصلوا امبارح بالتاكيد الى مصر يعني الظهريه كده وعملوا تمرين قوي جدا على ملعب استاد القاهرة. كمان على الجانب الآخر شايفين مستر كولر ومحاضرات فنية منذ بداية اليوم لا تتوقف مع جميع اللاعبين الحقيقة عشان بيحسهم على الفوز، وبيحاول مستر كولر انه يحفز اللاعبين ان هم يخرجوا بره جو الاحتفالات ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك. قال لهم النهاردة نكسب نحتفل ويكون الاحتفال احتفالين. بالتأكيد النهاردة التشكيل المتوقع حتى الآن لفريق النادي الاهلي مش هيختلف كثيرا عن التشكيل اللي لعب بيه مباراه نادي الزمالك، ولكن خليني اقول لك كابتن ابراهيم انه النهارده بالتاكيد الجمهور عنده حماس كبير جدا الحقيقه داخل ارض الملعب عشان ينتزع ينتزع الفوز والتاهل لنصف نهائي الانتر كونتيننتال. بالتاكيد من ارض ملعب استاد القاهره العوده مره اخرى للاعلامي الكبير كابتن ابراهيم فايق، تفضل. شكرا يا حسن، بشكرك شكرا جزيلا، وهنرجع لك اكيد وعندك حوار هيبقى ممتع واستوديو من الملعب ايضا ممتع مع كابتن محمود فايز. خلونا نتحول الى زميلنا مصطفى غطاطي في محيط استاد القاهره. مصطفى اتفضل، وانا شايف حواليك ما شاء الله جمهور النادي الاهلي، خلينا نسمع كده توقعاتهم وامنياتهم لليوم، اتفضل يا مصطفى. مساء الخير عليك يا كابتن إبراهيم، مساء الخير على كل مشاهدينك الكرام وكل ضيوفك في كل مكان. يعني احنا هنا متواجدين من أمام استاد القاهرة الدولي طبعا قبل ساعات قليلة جدا من مباراة الأهلي والعين الإماراتي. كابتن إبراهيم يمكن خلينا بس نشوف الجماهير، يعني مباراة النهاردة مباراة صعبة أمام نادي العين الإماراتي، واللي شايفها إزاي؟ أكيد المباراة صعبة جدا على الفريقين، فريقين محترمين. فريق العين يتميز عنده خط هجوم قوي جدا بقياده سفيان رحيم ولافا كوجا، فالمباريات دي مباريات من المباريات اللي هي فعلا النتيجه اهم من الاداء. العين بيلعب على هجمات المرتده، ونتمنى ان الاهلي لا يفتح الخطوط بشكل مستعجل، وان شاء الله بامر الله الاهلي 2-0. يمكن النهارده الاهلي بيواجه العين بعد تتويج اخير على حساب نادي الزمالك في بطوله السوبر المصري، شايف المباراه دي ازاي وجودكم النهارده بيمثل ايه؟ ان شاء الله الاهلي مكسب 2-0 باذن الله ونطلع كسبانين ان شاء الله بالبطوله. يعني قول لي النهارده توقعاتك للمباراه شايفها ازاي؟ يعني كابتن ابراهيم مشهد رهيب جدا من جماهير الاهلي من هنا، من حاسس بيك ادرش، انت مش محتاج تقول من هنا خلاص. شكرا يا مصطفى، بشكرك شكرا جزيلا، انت مش محتاج تقول حاجه حبيبي، خلاص مصر كلها شافت. زميلنا مصطفى غطاطي من امام محيط او من محيط استاد القاهره،
وهنبقى دايما موجودين معاك. سيبوا لنا الشاشه وسيبوا لنا الجمهور ودايما داخل استاد القاهره. يا سلام ويا جمال. واللون الاحمر النهارده لون جماهير النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي اللي ان شاء الله يختم الليله بالانتصارات اللي احنا مستنيينها ان شاء الله باذن الله امام العين ويقدم مباراه قويه. يعني شوف احنا طبعا احنا كمصريين عندنا عادات دايما نروح الاستاد بدري بسبب صوت ان الناس ما بتشجعش. كويس كويس يا جماعه ما تشجعوش دلوقتي يعني. سيبوا الناس اللي بره تشجع ما فيش مشكله، لكن انتوا ما تشجعوش، ما تنهكوش نفسكم بدري لان المباراه لسه الساعه 8 لسه فاضل وقت طويل. واحنا كمان قدام حضراتكم اهو بننقل لكم بالكاميرا بتاعتنا امام فندق نادي العين الاماراتي.